تهيريني موينا ننتكيريني سننا ننتكيريني كارين نوبي ناني بول غوري بولي نغاجي نتيتي إكليسية أريد صفتي روسي نسكن شايني إمانويل بن خنت الميتي تنو خلف وانت بفيوت نم ببن ومصوى تفز ويرون تيرين انت فطوفو ان ننيت انت فطالت شوني شون انت ننبسي شي نمنت صومات تنو اشتن مكو بخريستوس نم بكيوت الارسوس نم ببن ومصوى جاكيك صوتي أموت افتح في بالأفرح وأرتل بالتسبح السلام لك يا مريمين شهد يسوع المسيح بإرادة الله أبدي أخبركم عن هذا المغرور أصله كان جنديا بطل قوي وغيور جابت لها طلبة وقالت لها آمين فرزقت بولد ومريمين الأمين كبر هذا الطاهر وتقدم في الجندية وكان عالمنا في العلوم المسيحية كان محبا للإله موصوفا بالشجاعة مداوم الصوم والصلاة ملتحف بالوداعة يا هذا المختار لعبادة الأوثان فاعترف بجهر أنا عبد الديان تركت الأرضية وكل ما فيها وطلبت السميات محبة في بريها بارك يا مختار يا ابن أودوسيس يا من كهت الأشرار أولاد العين إبليس السلام لك يا بطل يا رئيس كل الشجعان السلام لك يا بطل يا مذل كل الأحزان السلام لك ليل ونهار أيها البطل الشجع ذكرك ملأ الأقطار وكل البقاع السلام لمريمينا صانع كل عجائب السلام لمريمينا مانع كل مصايب مشهور بالعجائب سائر الشجعات أسألك تشفع لي يوم نصب الميزان عجائبك كثيرة جدا أيها البطل المحروس لا يحصى لها عددا يا شهيد الرب القدوس سمعت عجائب عظام مع كل من قصدك وأيضا راعي الأغنام السلام للعجائب مريمين الأمين السلام للبطل القوي شفيع المؤمنين نلت تلت أكاليل من الرب القدس بفرح وتهليل أيها البطل المحروس واحد للشهادة وواحد للبطولية أما الثالث لأجل انفرادة في البرية طبق ثم طبق أيها الحبر المأنوس الملائكة ترتل لك أكسيوس 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 تفسير اسمك في أفواه كل المؤمنين الكل يقولون يا له مريمين أعنا أجمعين